لحظات وأحاسيس مشتركة سنعيشها ونتقاسمها وإياكم اليوم. وإلينا الفن التشكيلي المغربي بهذه الجائزة الوطنية. نشكركم على المجيء ديالكم اليوم والدعم ديالكم دائم للفن اللي يمكن كما كتعرفوا له وزاره الثقافه وزاره الشباب والثقافه والتواصل تلقات هذه المبادره ديال الجائزه الوطنيه للفن التشكيلي. هي اول مره كتطلق هذه المبادره بحد ذاتها. الفكره هو الدعم للفن التشكيلي في العموم لان هناك طلب وعمل جبار كيقوموا به الشباب والفنانين بصفه عامه. استغلينا هذه الفرصه باش نعلنوا كذلك على نشء يعني مدارس جديدة للفنون الجميلة في مدينة الرباط، في مدينة وجدة، مدينة أكادير، وكذلك الاعتراف من طرف الوزراء بالمدرسة اللي هي كاينة في مدينة الدار البيضاء. الهدف من هذا النشأة ديال هذه المدارس الجديدة هو بالطبع نعطيو الفرص للشباب، اللي هناك طلب كبير على ليكول دي بوزار اللي كاينة في مدينة تطوان. حلاش؟ لانه هناك كذلك يعني طلب من سوق الشغل اللي كاين، يعني واحد الطلب كبير لهذا الشباب اللي عندهم هذا التكوين على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. اذا اليوم المبادره ديال او خلق صناعه ثقافيه في المغرب كتكون كذلك بهذه المبادرات، مبادره التكوين، مبادره الاعتراف من طرف الوزاره. وبالطبع التحدي هو مره اخرى باش تكون واحد صناعه ثقافيه معترف بها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. احنا اليوم في فضاء ديال باب الرواح كنحتفيو بالفنانين التشكيليين المغاربه، وبالتكريم كذلك ديال واحد من كبار التشكيليين المغاربه اللي هو السي عبد الله الحريري. وحنا سعداء اننا نعاودوا نتلاقاو بهاد النخبه الفنيه والثقافيه في بلادنا من بعد واحد المده من بسبب كوفيد اللي كان فيه تباعد، وكنعاودوا نرجعوا لهذ الحراره ديال اللوحات الفنيه اللي كتعبر على يعني خيالات وافكار وعوالم الفنانين المغاربه، وكتعكس العصاره ديال الثقافه المغربيه والروح ديال هذا البلد. وكنعتبر بان مثل هذه الفضاءات خصها تكثر في الحقيقه في كل مناطق المغرب باش نعتبروا الثقافه والفن رافعه ديال التنمية، رافعة حقيقية اللي كتحل الأعين ديال المغاربة على ذاتهم وعلى بلادهم، واللي كتشكل بوابة كذلك على العالم وعلى الانشغالات ديال الإنسانية. أنا جد مسرور بهذا التكريم، وجد مسرور كذلك بالالتفاتة التي قامت بها وزارة الثقافة تجاه الفنانين والمبدعين والمثقفين المغاربة. هذه بادرة أولى وتحسب لسيد الوزير السي مهدي بن سعيد، لأنه لم يسبق لأي وزير في تاريخ المغرب، وأنا عاشرت وجايلت وعاصرت كل وزراء الثقافة الذين مروا من هنا، ولكن هذا يبقى له فضل كبير في هذا التكريم. فلذلك أنا جد مسرور، وأتمنى أن تبقى البادرة والمبادرة مستمرة عبر الأجيال والفنانين الذين سيأتون من بعدي.